وانت كتير بتجنني يا ريتا. ميرسي. طلع لك ايه؟ ايه رايك بقى؟ قضايا؟ القضايا، ايه رايك في اللعبه؟ كتير حلوه. شفتي؟ القضايا. القضايا. بصي يا ستي، انا نفسي شخصيا نفسي اشوفك في حاجه زي كده، ايه هي القضيه النسويه اللي نفسك تقدميها في عمل فني؟ فكرتيش تعملي اللي هي زي سنجل ماذر والحاجات دي؟ ايه، في كتير مواضيع اصلا بحياتي خارجه انه نحكي عنها، وفي بالمجتمع يعني اكيد جزء من حياتي بتفاصيله اذا بينكتب كسنجل مام، حتى جزء هيك فترة من حياتي كعلاقة، بحسها هيك أتراكتف. إذا بلاقي حدا يكتبها أنا مش منتجة. لا، ما فكرتيش تعملي ده؟ فكر فيها، بس إنه بدها وقت وبدها فلوس وبدها الرايت تايم، بس إنه أكيد إيه، أكيد خاطرة ببالي. يعني في استلت وحصل بينكم خلافات؟ لا أبدا. أنتي وديما أنا وديما وندى وكارس؟ لا بالعكس، طلعنا بصداقات. الكل استغرب. إزاي؟ يعني قالوا إنه أربع نساء مقطعين بعض أساسا، وهني قالوا لما عم بيتعاقدوا معنا تخيلوا إنه هيك رح يصير، وبعد فترة إجوا قالوا لنا لا أنتوا فاجأتونا بيك تايم، إنه نحن قلنا بده يمشي شد الشعر يعني، فلاقونا إنه نحن منخاف على بعض وكتير أصحاب وعاملين شلة بتركيا، كنا نظهر نفس المطارح وما بنظهر غير مع بعض، فتفاجأوا. حبيتي كان جو الأكوة. حلو. ستيلتو قطعنا فيه بطلعات ونزلات كتير، يعني عملت الحادث والمميت وبنفس الوقت كان الجو كتير حلو، فغريب. نشوف الكارت اللي بعد. يلا.